مشاهدينا، وللحديث اكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف السيد مؤيد اللامي، نقيب الصحفيين العراقيين. بدايه مرحبا بك استاذ مؤيد في حصاد هذه الليله عبر الرشيد. يعني استجابه لقرار حكومي، هيئه الاعلام والاتصالات تقرر اغلاق 13 محطه اذاعيه وتلفزيونيه في بغداد وتنذر اخريات. انتم كنقابه كيف تصفون هذا التطور والذي يمهد لاكبر عمليه لتكميم الافواه في ظل هذه التظاهرات المطالبه بالاصلاح؟ شكرا جزيلا. بالمناسبة القرار غير صحيح، وحتى السيد رئيس الوزراء رفض هذا القرار. عادة الهيئات والشبكات العراقية والعالمية يفترض، يعني على سبيل المثال فيسبوك وتويتر لا يلغي حساب مباشرة، يلغي بعض الصور، يلغي أجزاء من هذه الصور، يلغي أجزاء من المحادثات، لا يلغي كل المحادثات. لذلك هذا القرار لم يكن موفقا، لأن على سبيل المثال قناة الشرقية ربما هناك برنامج خطأ به مقدم البرنامج أو أحد الضيوف، هذا لا يعني أن القناة التي لها برامج عديدة منوعة فنية ثقافية يجب أن تغلق تماما. ربما يصار إلى توجيه انتباه أو حتى أنذار إلى برنامج محدد بعينه، وليس إغلاق قناة كاملة، لأن الدستور بالمادة 38 أولا وثانيا يمنع هذه القرارات. لذلك مجلس النواب ورئاسة الوزراء رئيس الوزراء رفض هذا القرار، لأن هذا القرار بسيء لسمعة العراق دوليا، وحتى القنوات التي يشار إلى أن ستكون هناك مخاطبة للدول التي تحتضنها، لا أعتقد أن تلك الدول ستستجيب، وحتى الأخبار الصناعية ستستجيب إلى هكذا مخاطبات، لأن هذه مخالفة للمعايير. نحن بالإمكان أن نحاسب برامج محددة، لكن لا نحاسب قنوات كاملة بعينها. هذا القرار يفترض أن تتراجع هيئة الإعلام والاتصالات، لأنها لا تفيد الدولة بقدر ما تضرها الآن. هذا أضرار بالدولة، أضرار بسمعة الدولة، أضرار. الآن هناك تظاهرات جماهيرية، رئاسة الوزراء، رئاسة البرلمان، الجمهورية، كل الكتل السياسية تقول أن هذه التظاهرات حقها، ويجب أن ننفذ ما تريده الجماهير من مطالب سلمية ومطالب مشروعة. نأتي نحن نقول نغلق هذه القنوات التي تنقل هذه المطالبات التي هي سلمية والجميع اتفق على أنها مشروعة. طيب أستاذ مؤيد، يعني هل سيكون هناك يعني من نقابة الصحفيين العراقيين وأنت نقيب الصحفيين العرب، هل هو سيكون هناك تحرك لمنعه؟ بالتأكيد، هو بعد قرار رئيس الوزراء بعدم الموافقة، ونحن كنقابة وكاتحاد صحفيين عرب من الضروري أن نتحرك بهذا الاتجاه، لأن هذا يسيء للعراق أكثر ما يفيد. ماذا لو أغلقت أستاذ مؤيد؟ ماذا لو أغلقت بالفعل؟ ستكون لنا إجراءات حقيقية وواضحة ومؤثرة، لأن ليس بالإمكان أن نسيء لسمعة العراق أو شخص أو أكثر أو مجموعة تسيء للعراق. هذا القرار يؤذي العراق ولا يفيد العراق. ربما نؤشر على برنامج، نؤشر على متحدث، نؤشر على مذيع، لكن إغلاق قناة في هذا الوقت كل العالم متجه الأنظار نحو العراق. طيب، العالم كله ينظر للعراق ويريد أن يسمع ما هو في العراق. العراق بلد ديمقراطي، ويفترض أن نحافظ على سمعة العراق الديمقراطي. طيب استاذ مؤيد، ذكرت أن السيد رئيس الوزراء رفض قرار الغلق لعدد من القنوات، وكتاب الهيئة يعني وجد فيه يعني استنادا إلى كتاب مجلس الوزراء، يعني مهمش به لهيئة الإعلام والاتصالات. ما هذه الازدواجية في هذا الحديث؟ هو الكتاب نعم صحيح صدر من مجلس الأمناء لهيئة الإعلام والاتصالات، لكن القرار جاء بناء على توصية من رئيس المجلس التنفيذي السيد علي الخويلدي واللجنة تقص الحقائق او ما شابه، او لجنه لها مسمى في هيئه الاعلام والاتصالات. لكن اعتقد ان هذا القرار مستعجل، وبعدين اغلب القنوات التي تبث من الخارج لا تستطيع علاقتها من الداخل، لان هي اصلا تبث من الخارج. قناه الشرقيه، قناه العربيه، العربيه الحدث، سكاي نيوز، قنوات اخرى تبث من الخارج.
يعني نجد لنا عدو في سبيل ان يؤذينا اكثر ما يخدمنا او يفيدنا. القنوات هنا اذا كان هناك خلل نحن نستطيع ان نؤشر خلل ونوقف هذا الخلل، لا ان نغلق القنوات بشكل كامل ونجعلها عدوا لنا. 11 قناه او 12 قناه مهمه ومؤثره نغلقها ونقول لهم ممنوع عليكم ان تاتون العراق. هؤلاء الان الاعلام حقوق الاعلام متاح والفضاء متاح، هذا معناه نريد ان نؤذي العراق ونؤذي المتظاهرين ونؤذي الحكومه ونؤذي العراق بهذا القرار. طيب استاذ مويد، من زاويه التفسير والتحليل لهذا الكتاب، الهيئه يعني تشير في هذه الوثيقه الى عدم التزام المحطات المذكوره بقواعد البث الاعلامي. من ذا الذي يحدد الالتزام بالقواعد من عدمه؟ والله العظيم لم ارى بان هناك بعض القنوات تخالف هذا المحتوى الاعلامي او محتوى مدونة السلوك، خاصة قناة الرشيد، قناة الرشيد، قناة وطنية، قناة غطت الحرب على داعش، غطت انتصارات الجيش العراقي، القوات الأمنية، الحشد الشعبي، البيشمركة، غطت كل شيء، هؤلاء يفترض أن نكرمهم لا أن نغلقهم، خاصة هذه القنوات التي وقفت معنا في أيام وفي أوقات الشدة، يفترض أن تكرم. هذا القرار أنا جدا حزين له، لأن القرار الذي اتخذه للأسف لا يعرف او ربما تناسى بان هذه القنوات غطت الانتصارات على داعش ولدينا عشرات الصحفيين من هذه القنوات قد استشهدوا وقد جرحوا في سبيل الدفاع عن العراق ونقل انتصارات الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي الى العالم. طيب في موضوع اخر ايضا، يعني ذكرت سيد النقيب ان رئيس الوزراء لا يتدخل في العمل الاعلامي، الا يدل ذلك بالتدخل في عمل المؤسسات الغير مرتبطه بوزير؟ يعني هي مساله اصبحت واضحه الان، لانه رئيس الوزراء يقول هذا قرار غير صحيح، الحكومه تقول قرار غير صحيح، البرلمان يقول قرار صحيح غير صحيح، والدستور العراقي يقول بالمادة 38 خاصة أولا وثانيا تشير إلى أن حرية الرأي والتعبير وحرية الطباعة والنشر واضحة بهذا المجال. لذلك علينا أن لا نستعجل في مثل هكذا قرارات هي تنافي الدستور وتؤثر على سمعة العراق، كما أشير وركز على سمعة العراق، لأن العراق كل أنظار الآن تتجه إليه، لدينا وسائل عديدة لإيقاف أي قناة ممكن أن تؤذي العراق أو ربما تنقل صورة غير صحيحة، لكن مقابل لدينا برامج عديدة في هذه القنوات هي صحيحة 100%، ولدينا قنوات كثيرة من هذه التي يفترض أو طلبت هيئة الإعلام أن تغلق هي قدمت خدمة للعراق وخدمة للجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي والبيشمركة والعشائر وجميع الذين قاتلوا داعش وانتصروا عليه. طيب سيد اللامي، ماذا بشأن ميثاق الشرف للصحفيين بشأن نقل الحقيقة؟ هل تتصور الهيئة أن الصحفي الحقيقي مستعد للتنازل عن شرفه المهني استجابة لربما لوجهة نظر حكومية ليكتب ما تريده أو تمليه عليه الحكومة خلافا للواقع؟ هذا غير مقبول ولن نسمح به ولن نقبل لأي صحفي عراقي يهادن أو يجامل الفاسدين، يجامل الفاشلين، يجامل الذين يقتلون الناس، لا ينقل صورة المتظاهر الذي يستشهد في الآن في التظاهرات ويجرح في التظاهرات، بل العكس، ميثاق الشرف المهني هو أن نقل الحقيقة ونقل صورة الحقيقة للرأي العام إذا كانت موافقة من هذه الجهة وغير موافقة لتلك الجهة. لذلك أعتقد بأن الصحفي العراقي عليه أن يعرف بأنه قدم كوكبة كبيرة من الشهداء، 475 شهيد صحفي عراقي قدمنا منذ عام 2003 لغاية الآن، وهو الرقم الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية وحتى في حرب فيتنام لم يكن هكذا عدد من أجل حرية الرأي والتعبير. وأعتقد الجميع الذين يناضلون من أجل الديمقراطية يتفقون معنا بأننا يجب أن ننقل الحقيقة ولا نعادل أو نجامل أحد. طيب هناك من يرى سيادة النقيب يعني أن هكذا أساليب لن تمنع المؤسسات المهنية من قول كلمة الحق، يعني فإذا كانت الحكومة متهمة من قبل الشعب بالعنف ضد المتظاهرين فالمؤسسات المحترمة يعني غير مستعدة لأن تتهم بالتستر على الحقيقة إرضاء لهذه الجهة أو تلك. بالتأكيد يعني نحن لا نقبل لأي مؤسسة إعلامية لا تنقل الحقيقة، تنقل حقيقة المظلومين الفقراء، تنقل حقيقة المتظاهرين الذين يطالبون بحقوق مشروعة وحقوق
كفلها لهم الدستور وايضا بشكل سلمي وبشكل ربما نطمن القنوات ان تنقل لنا ربما بعض الناس الذين يقتلون او الذين يسيئون او الذين يحرقون. نعم نطلب من عندهم نقل هذه، لكن بالتاكيد نركز على انهم من الضروري ان ينقلوا الحقيقه وينقلوا طلبات المواطنين حتى تتمكن الجهات الرسميه صاحبه القرار من تنفيذ هذه الطلبات لانها طلبات مشروعه وطلبات حقيقيه. حدثنا من بغداد عبر الهاتف السيد مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، شكرا جزيلا لك لانضمامك الينا في حصاد هذه الليله، شكرا جزيلا لك.